عثمان الخميس مجددا يظهر لأتباعه ويتكلم حول أمه عائشة، فننظر ونرى ما الذي استجد في الموضوع. الإنسان يحتاج إلى القدوة، يحتاج إلى نماذج مشرفة، نماذج مشرقة، نماذج طيبة مباركة، نماذج يحتذى بها حتى يعرف أن هذه الأمة ولادة. نعم، ولادة، تلد الخيرين والطيبين والمباركين والصالحين. اسمحوا لي أن أقدم لكم الشخصية التي أريد أن أتكلم عنها بين أيديكم، وهي امرأة لك النساء. الإنسان يحتاج إلى القدوة، يحتاج إلى نماذج مشرفة، نماذج مشرقة، نماذج طيبة مباركة، نماذج يحتذى بها حتى يعرف أن هذه الأمة ولادة. نعم، ولادة، تلد الخيرين والطيبين والمباركين والصالحين. اسمحوا لي أن أقدم لكم الشخصية التي أريد أن أتكلم عنها بين أيديكم، وهي امرأة لك النساء. امرأة تصنف على أنها أعلم امرأة على وجه الأرض. لا يعلم على وجه الأرض امرأة أعلم منها بدين الله تبارك وتعالى، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، حبيبة رسول رب العالمين وإلفه القريب الطيبة الطاهرة المطهرة من فوق 7 سماوات. هي أحب أزواجه إليه، بل أحب الناس إليه. حبها إيمان، وبغضها ضلال، وسبها فسوق، وقذفها كفر بالله تبارك وتعالى. من رضيها أما فهي أم له، ومن لم يرضها أما فهو كافر خارج من ملة الإسلام. هي عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيمي القرشي رضي الله عنه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى، صلوات ربي وسلامه عليه. وعن عمرو بن العاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. كنا نساء النبي حزبين، وهذا أمر طبيعي بين النساء، عائشة وحفصة وسودة وصفية، هذا حزب. والحزب الثاني أم سلمة وأم حبيبة وجويرية وميمونة وزينب، هذا الحزب الثاني. فحصلت الغيرة عند الحزب الثاني، فأرسلنا أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها: إذا كان يومك، يعني إذا كان النبي عندك، قولي له يأمر الناس أن يهدوا له في أي يوم، وليس فقط في يوم عائشة، يهدون له في كل يوم. لماذا يهدون في يوم عائشة فقط؟ والناس يفعلون هذا لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في سعادة أكثر من غيرها من الأيام والليالي. فلما دخل على أم سلمة قالت له: يا رسول الله، لما لا تأمر الناس أن يهدوا لك في كل يوم وليس فقط في يوم عائشة؟ فقال النبي لأم سلمة: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة. فقالت أم سلمة: أعوذ بالله من إيذائك يا رسول الله، أستغفر الله. فلما التقينا بها أمهات المؤمنين: ماذا فعلت؟ قالت: قال لك. قال: كلمي. قالت: لا أكلمه، خلاص انتهى الأمر. فأرسلنا إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن نسائك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني الناس يهدون في كل وقت وليس فقط في يوم عائشة.
فقال لفاطمة: يا فاطمة، أتحبين ما أحب؟ قالت: نعم يا أبتي. قال: أحبي هذه، أحبي عائشة، أنا أحب هذه المرة. أبو موسى الأشعري يقول: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. معلمة الصحابة رضي الله عنها وأرضاها. ويقول عروة بن الزبير ابن أختها أخو عبد الله بن الزبير يقول: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة. حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: أفقه نساء الأمة على الإطلاق، ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها. وكانت رضي الله عنها مع هذا من أفصح الناس، من أفصح الناس. يقول الأحنف بن قيس رضي الله عنه: سمعت خطبة أبي بكر وخطبة عمر وخطبة عثمان وخطبة علي والخلفاء من بعدهم، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة. أول شيء ما صار خلاف. أنت تقول على الخلاف اللي صار، أنا أقول لك ما صار خلاف، إنما الذي حصل أن فاطمة رضي الله عنها جاءت تطالب بميراثها من أبيها، فقال لها أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ما تركناه صدقة. فسكتت فاطمة، ما صار خلاف، ما لها شغل، مو طرف في الموضوع. فاطمة جاءت تطالب بميراثها، فقال أبو بكر: لا نورث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى بين أبو بكر وفاطمة. شنو موقف عائشة؟ ايش دخل عائشة الموضوع؟ ما هي طرف. لا، هي بالعكس، هي أحد الورثة. لو كان في ميراث كانت عائشة ترث. نعم طبعا شيخنا، اعتذر منكم على عرض هذا المقطع، ولكن سأخبركم لماذا. طبعا هو من باب المتابعة، ولكن أيضا شيخنا في هذا المقطع المتابع له سيجد أنهم كانوا يسألونه أسئلة كثيرة، شبهات حول عائشة، وكان هو يحاول أن يرد على هذه الشبهات. فمن هذه الشبهات مثلا: لماذا هنالك هذه الغيرة؟ لماذا مثلا ما الموضوع الإرث؟ لماذا دفن أبو بكر عمر في حجرة عائشة ولا إرث هناك؟ كثير من هذه الأشياء التي يعتبرونها طبعا هم شبهات وهي حقائق، ولكن هو أصر أن هذه عائشة هي أعلم نساء أهل الأرض وأعلم من في الأرض، وحبها يعني هذه هكذا كان يجيب: حبها إيمان، بغضها فسوق، من لم يتخذها أما، يعني بدأ يفكر في هذا الأمر أن لا يتخذها أما فقد كفر، حتى يخلق يجدد التأكيد على هذه الخطوط الحمراء التي صنعتها البكرية. وهذا صراحة هو السبب الأساس في عرض هذا المقطع بين يديكم اليوم. أحسنتم. يعني عثمان بن أبيه جاء بهذا الكلام الاجتراري المعتاد الذي يلقنه كهنة البكرية لأبنائهم على نحو الاجترار والتكرار الذي يأنف منه حتى الحمار، لأنه ما جاء بطائل، مجرد أعاد ذكر هذه الأمور المزعومة دون تحقيق فيها، كما صنعنا في كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة، وتبين بطلانها وأنها اختلقت فيما بعد، هذه التي يسمونها فضائل لعائشة أو مناقب، التحقيق العلمي أثبت أنها اختلقت تاليا، إما على لسان عائشة وإما على لسان أنصارها وبنيها، لغايات مذهبية أو تيارية أو أحيانا سياسية. ولكن عثمان بن أبيه لم يلتفت إلى أنه بكلامه هذا يفضح نفسه بنفسه، وأنه يلزم نفسه بإلزامات لا فكاك منها. فمثلا انتبهوا لكلامه لما قال: عائشة كانت أعلم أهل الأرض، أو نحوا مما قال.
إذا كان هذا صحيحا فلماذا إذن لا تلتزم أنت وأمثالك إلى اليوم بفتوى عائشة في جواز رضاع الكبير لكل امرأة من النساء؟ نحن مثلا في باب التقليد لما يسألنا السائل من أقلد نقول قلد الأعدل الأعلم، يعني إذا أحرزت أن هذا أعلم من غيره عليك بتقليده واتباع فتواه. أنتم وقع عندكم جدال، هنالك مسألة فقهية محل خلاف عندكم في فقهكم، رأي يقول إن رضاع الكبير واقعة خاصة لا يقاس عليها، إنما أجازه النبي صلى الله عليه وآله لسالم مولى أبي حذيفة أن قال له اذهب وارتضع من زوجتي أبي حذيفة حتى يصبح محرما عليها. هذا قول يقول إنها واقعة خاصة لا يقاس عليها، فإذا لا يجوز لغير زوج أبي حذيفة أن ترضع رجلا بالغا حتى يحرم عليها. وهنالك قول قال به جملة من فقهائكم، وهو القول بالعموم اتباعا لفتوى عائشة، لأن عائشة إنما أفتت بذلك على نحو العموم، فالذين أمرت أخواتها أن يرضعنهم كانوا رجالا بالغين، وكان ذلك بعد مضي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وخالفنها في ذلك بقية نساء النبي صلى الله عليه وآله، وكانت رائدتهن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله تعالى عليها. فجملة من فقهائكم اتبعوا فتوى عائشة. طيب الآن دار الأمر ما بين فتوى الأعلم الفاضل وفتوى من دونه ممن هو مفضول. أنت تقول هي الأعلم، افتح بيتك شوف الناس زوجتك خلي ترضع الناس، تقبل بذلك؟ لا أظنه، أظنه يذهب إلى أن رضاع الكبير واقعة خاصة، فإذا عليك أن ترفع اليد من كون عائشة أعلم، تبين أنها بلهاء حمقاء حميراء تمام خرقاء. نعم، ليش؟ لأنها عممت وكشفت صدور أخواتها للرجال، بل وكشفت هي نفسها صدرها للرجال. يا ابن أبيه، متى كشفت صدرها للرجال؟ ها، يوم جاءها اثنان بالغان كل واحد بطول النخلة، ايه عرفت شلون بطول ايه، ودخلا عليها وقالا أماه يا أماه لا تحزني. لا، ما قالوا أماه يا أماه لا تحزني، قالوا أماه يا أماه علمينا شنو غسل الجنابة. هذه منين جت هذه؟ لا يمكن أكو عندهم شيء أماه أماه يا تحزني فشي هالشكل، يمكن مر علي هذه، المهم ما أدري. المهم فقالا لها أماه يا أماه علمينا غسل الجنابة، وكأن المدينة عدمت الرجال، كأنه قنبلة هيروشيما هذه وقعت على المدينة فانعدموا الرجال، ماكو بعد، ماكو أحد يسأل من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، ذول اللي يضرب هذا النهاري جسم الكرسي ماله وهز الدنيا، ماكو ولا واحد يسألونه عن وصل الجنابة. جاءوا إلى هذه المرأة فقالت شو شيخنا أمه لا تحزن. صحيح، قلت لك مرة علي من قبل شلون اجت بالقبل استرسالا. فعلمينا غسل الجنابة، فقالت تفضل عندي، فذهبت وضربت بينها وبينهم ستارا يغطي أسافل البدن، ذكر ذلك النووي في شرحه على مسلم
ارجع يا ابن أبيك يا عثمان إلى شرح إمامك النووي شارح مسلم. وقامت وغرفت من الماء وصبت على رأسها ثلاثا فقد كشفت إذن لهما صدرها. إنما سترت العورة المغلظة فقط. هذا الكشف كيف تم لهذين الاثنين؟ أنتم علماؤكم كهنتكم زعموا أن ذلك كان لأنها جعلت هذين قد ارتضعا، يعني أمرت أختها أم كلثوم أو غيرها بأن ترضع هذين الاثنين، فصارا أبناء أختها من الرضاعة. هذا تعميم والتعميم وتسرية للحكم. كان الحكم على قول جمهوركم خاصا بسالم فقط، رخصة من النبي صلى الله عليه وآله لسالم على حد زعم عائشة أيضا. عائشة أعمت ذلك وسرته إلى غيره من الرجال ورتبت عليه لوازمه حتى كشفت صدرها للرجال، وأنت تقول بأنها الأعلم. إذن لابد أن تتبعها أنت وامرأتك وبناتك وأخواتك وهلم جرا باعتبار أنها الأعلم، وأن لا تتحرك فيك غيرة الرجال. إذا رجال ابن رجال قول هذا الحكي، قول أنا اعتدادا بأعلمية عائشة أمضي هذه الفتوى. فإذا لم تلتزم بذلك وطلعت ناقص ابن ناقص وانت كذلك لازم تشيل كلامك هذا وتعتذر منه أن تقول عائشة أعلم. كيف كانت أعلم؟ ثم ما هذه الترهات؟ من اعتبر عائشة أما له فهو مؤمن، ومن لم يعتبرها ذلك وتوقف هنيهة. جاي يفكر، لأنه راح تصير مثل من أحبك مؤمن ومن أبغضك منافق. هذه خاصة بأمير المؤمنين عليه السلام، أراد أن يقول منافق فكأنه تلعثم وقال ضال. يعني أكل من لم يعتبر عائشة أما له ضال؟ بل وقال كافر. كافر أوف، أول ضالة كافرة هي عائشة. كيف؟ أنتم لاحظوا في رواياتهم، دخل عليها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وكانت ساخطة عليه. عائشة إذا سخطت خلاص بعد لسانها الزفر أقصى درجة. فدخل عليها وقال السلام عليك يا أم أو يا أما، فقالت لست لك بأم. لما قالت هي لست لك بأم، معنى ذلك أنها كفرت بالقرآن، صحيح على تفسيرك، فصارت كافرة ضالة. هنيئا لك كفرت أمك عائشة. شوف شلون لا تلعب ويانا ولك، عرفت شلون؟ ندمرك، ندمر أبو أبوك، عرفت شلون؟ وين ما تحكي نقلبها عليك. وبعد أزيدك، ماذا تقول في امرأتك يا عثمان ابن أبيك؟ أو تراها مؤمنة؟ لابد أن تقول نعم، ولكنها طبقا لما قالت عائشة وحكمت به لا تكون مؤمنة. لماذا؟ لأنها إن زعمت عائشة أمي فعائشة تنقض ذلك. في رواياتهم لاحظوا موجود هذا أيضا، أن عائشة دخلت عليها امرأة وقالت السلام عليك يا أمه، قالت لست بأم لكن، إنما أنا أم رجالكم. انتبهوا جيدا، لست لكن يعني للنساء، أنا مو أم النساء المؤمنات، أنا أم الرجال فقط. تخصص عائشة رجال طبعا، ما عدا شغلة ويا النساء. بس هي ماذا تقصد من ذلك في الحقيقة؟ هي تقصد هذا الأمر،
تقصد أن قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، تقصد هذه الأمومة المنحصرة بحرمة النكاح في الحقيقة، لأنها إن قصدت المعنى العام وهو المعنى التشريفي والاعتباري أن على كل مؤمن ومؤمنة أن يعاملوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله كما يعاملون أمهاتهم، لما فككت وقالت أنا أم رجالكم فقط، لأنه يجب على المؤمن أن يحترمها كما يحترم أمه، كما يجب على المؤمنة أيضا أن تحترمها كما تحترم أمها، لكن تخصيصها أمومتها بالرجال كاشف عن أنها تذهب مذهب أن هذه الآية منحصرة فقط بحرمة النكاح لا أكثر. فإذا معنى ذلك أن كل اللوازم التي ذكرتها وما رتبته من أنه كل من لا يعتبر عائشة أما له فهو ضال كافر، كلها تنهار وتسقط. هذا دليل حماقتك وأنك ممن لا تفقه، ونحن نعرفكم، بقايا أبناء عائشة في هذا الزمان لا فقه لا علم لا منطق لا عقل، كما قال الزمخشري تيس ليس يدري ولا يفهم، هذا هو. وبقية الكلام كما رأيتم اجترار في اجترار واسطوانة مشروخة مثل ما يقولون، والحمد لله جيدا ألفلتمونا إلى هذا أنه بدأ جمهورهم هو الذي يشكل عليهم، وهذا بجهود الرافضة الأبرار في هذا الزمان. نفخر بأن أطلقنا هذا يعني هذا الاتجاه الذي عرى عائشة وكشف حقيقتها وبين كم هي امرأة سوء، شيطانة بمعنى الكلمة، وفاحشة بمعنى الكلمة، لا أخلاقية بمعنى الكلمة. يكفي فيها وفي أختها حفصة قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، أنتم أبناء الصاغيتين أبناء القشفتين، لأنه عندهم رواية أن عائشة وحفصة تقولان عن أنفسهما نحن قشفتان. قشفتان يعني شنو؟ يعني وسختين، ما متنظفات ولا مسرحات شعورهن ولا مثلا متنظفات، هذا معنى القشفة. فيبنى القشفتين احترس لا تكرر هذه الأكاذيب وهذه الترهات مرة أخرى على شباب الكويت، ونأمل من شباب الكويت أن لا يغتروا بأمثال هؤلاء الكهنة، بل أن يراجعوا ويبحثوا ويسألوا ويحققوا. ننصحهم بأن يقرأوا كتابنا كتاب الفاحشة الواقع في أكثر من 1000 صفحة، وأن يراجعوا محاضراتنا في الليالي الرمضانية في أي سنة؟ 1433 الليالي الرمضانية في سنة 1433، فقد كانت مفصلة في هذه المرأة الملعونة المدانة من فوق 7 سماوات عائشة الحميراء. هداهم الله وإياهم على هذه التوضيحات. وهذا طبعا هذا المدعو أو كما سميتمه، ماذا سميتمه شيخ؟ عثمان بن أبيه. عثمان بن أبيه، نعم، مثل زياد بن أبيه. هذا عثمان بن أبيه، يعني واحد يعني مجرد قملة لاصقة على هذه الحفاظ الذين هم نفسهم هؤلاء سلفهم وحفاظهم لم يستطيعوا أن يداروا على عقائدهم وعلى فقههم الملوث ب يعني اليهودي والنصارى وعقائد الوثن، حتى والوثنيين لم يستطيعوا بحفاظتهم أن يمنعوا سراية الخرية والبولة الكبيرة.